يا احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير منعش، اللي هو عصير الفراوله، كنديرو بالحليب وبالياغورت ناتور. المهم لهذه الوصفه غنحتاجو باذن الله كما كتشوفوا معايا، انا عندي ما بين 400 حتى 500 غرام ديال الفريز اللي كديراه في المجمد. انا شريته هكا من اللي ديال المجمد كما كتشوفوا، ها هو مجمد، غنخدم به مباشره. غنحتاج نصف لتر من الحليب تقريبا، غنحتاج ياغورت ناتور، يمكن لكم تبدلوه بياغورت نكهه الفراوله او فانيليا كما حبيتو. هنا انا غادي ننكهو بهذا السكر بنكهه زهره البرتقال، ماء الزهر. وهنا غادي نحتاج ليه 4 المغارف كبار ديال السكر حبيبات، والسكر كيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تنقصوا او تزيدوا. غادي نبتديو على بركه الله. غادي ناخذ الفريز ديالي، غادي نديرو فروبو باش غادي نطحنوه كما كتشوفوا. غادي ندير ليه الحليب الكافي، غادي ندير بعدا هذا ولا خاصني غادي نزيد منين نطحن. عينينا ميزاننا، غادي ندير ليه السكر، غادي ندير هاد الساشيه تاع نكهه زهره البرتقال، كيتعطي واحد الذوق رائع البنات صدقوني، كيجي غزال. وغادي ندير مباشره الياغورت ديالي كذلك، هاد الياغورت كيعطي واحد القوام كيجي زوين ان شاء الله. عما قريب غادي نزيد، مازال نتقاسم معكم عده انواع من العصير بحال هكا ان شاء الله. صافي دابا غادي نسد عليه، نديرو يطحن مباشره كما كتشوفوا. راه ماشي تقولوا مجمد ما غيطحنش لنا، راه كيطحن عادي. المهم ما نطولش عليكم، كما قلت لكم ماشي تقولوا مجمد ما غاديش يطحن لنا، راه كيطحن عادي. انا غادي نطحنو وعاد نرجع معكم ان شاء الله. كتشوفوا طحن ليا مزيان، شوفوا القوام ديالو خاطر بزاف. فانا غادي نبقى نضبط فيه عفوا، ونزيد الكميه ديال الحليب حتى نتحصل على القوام اللي بغيت، ونعاود نرجعو كذلك يطحن. عفوا سمحوا لي راني دايره لكم الازعاج اليوم. المهم غادي نعاود نرجعو يطحن حتى نتحصل على القوام اللي بغيت ان شاء الله، وعاد نتلاقى معكم في الشكل النهائي. حبيباتي احبائي، هذا هو الشكل الطبق النهائي ديالنا كما كتشوفوا. العصير انا قدمته بهذه الطريقه، هذه كيجي لذيذ ومنعش صدقوني، جربوه بهذه الطريقه كيجي غزال. كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم للايك، اشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما نظمش الوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، ولما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الى عجبكم طبيعه الحال. غادي نضرب لكم موعد فيديو قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله، وشكرا على المشاهدة.